يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، إياكم والغضب. دراسات كثيرة، يعني مئات الدراسات تحذر من مخاطر هذا الأمر. دعوني أتأمل معكم ماذا يقول العلماء حديثا، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك قبل ذلك بقرون طويلة. الحقيقة العلمية تقول بأن الغضب خطير جدا على القلب والدماغ، وأفضل علاج هو الاسترخاء والهدوء والإقلاع عن التفكير بالموقف الذي سبب ذلك الغضب. لذلك ينصح العلماء حديثا بضرورة عدم الغضب، وإذا ما حدث الغضب فيجب اتخاذ إجراءات تهدئة لمنع حدوث نوبة قلبية، مثل الجلوس والاسترخاء وصب شيء من الماء على الوجه، وأن يشغل الإنسان نفسه بأشياء أخرى. سبحان الله. إذن العلماء متفقون على أن الطريقة المثالية لعلاج الغضب أن تشغل تفكيرك موضوع آخر، أن تهدأ، أن تجلس يعني تخفف من ضغط الدم ومن سرعة دقات القلب وغير ذلك، وبالتالي يعني هذا علاج ينصح به الأطباء. ماذا نصح نبينا عليه الصلاة والسلام؟ دعونا نتأمل هذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا غضب أحدكم فليسكت. وقال أيضا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال أيضا: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. سبحان الله. الإجراءات التي ينصح بها الأطباء، مثل صب شيء من الماء على الوجه على اليدين، الهدوء، الجلوس، عدم التفكير، نصحنا به النبي بشكل حرفي، ولكن بشكل يعني نستطيع أن نستجيب له أكثر بكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقنعنا أكثر من العلم عندما قال إن الغضب من الشيطان، وأمرنا بالوضوء. الوضوء فيه غسل للوجه والكفين واليدين إلى المرافق والرجلين، ومسح الشعر إلى غير ذلك. يعني الوضوء فيه الشفاء من كثير من الأمراض وإبعاد البكتيريا عن الجلد، وفيه أيضا طرد للشيطان وتهدئة نفسية، بحيث أن نوبة الغضب تذهب عنك، لأنهم وجدوا أن كثير من الذين يصابون بنوبة قلبية قاتلة يكونون قد تعرضوا خلال الساعتين الأخيرتين إلى نوبة من الغضب. لا نملك أمام هذه الحقيقة إلا أن نقول: الحمد لله الذي أرسل لنا هذا النبي الرحيم. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن.